هم أطفال قدموا من ولايتي بشار وإليزي. عائشة ابنة بشار وصاحبة العشر سنوات تعيش لحظات من البهجة والفرح بممارسة السباحة والتمتع بمياه البحر رفقة زملائها الذين جمعهم هذا المخيم الصيفي هنا بشاطئ عين الترك بوهران. صفت حب الأخوة، المساعدة، التعاون، ندخل نعوم، عندنا الوقت محدد، نخرج في الوقت محدد. هذه أول مرة جيت فيها، عجبني بزاف، والعقبة العام الجاي إن شاء الله. ما كنتش نعرف نعوم، تعلمت الانضباط. أنا من إليزي جيت إلى ولاية وهران، يعلمونا العوم ويديروا لنا النشاطات. تعرفنا على أصدقاء جدد. عندنا برنامج إحماء ثم نتوجه الى السباحه، بعد السباحه نديروا العاب شاطئيه. الطفل كي يجي هنا يتمتع ويفرح احسن. هذا المخيم الصيفي يسير وفق برنامج مدروس يضمن راحه الاطفال ويعلمهم تقسيم الوقت بين نشاطات مفيده ومسليه. جيت هنا المخيم باش نرتاح روحي من القرايه بعد عام من الدراسه، واستفدت منه ان نعتمد على النفس. دائما في الليل يديرونا سهرات، في العشية نروح نحوسوا، يديرونا نشاطات وسهرات، يديرونا مسرحية. تم استقبال 200 طفل من بينها ولاية بشار وإليزي من 6 دورات ابتداء من 23 جوان 2024 إلى غاية 7 سبتمبر 2024. وتم كذلك تسطير برنامج ثري ثقافي ترفيهي سياحي. على وقع هذه العروض المسلية يقضي أطفال المخيم الصيفي يوما حافلا بالنشاط والحيوية، وكلهم شوق لغد بهيج يقضونه بين عائلتهم الجديدة.